مين القس بوليس؟ عبد الشهيد مونتير. انت النهارده اللي عامل الفيلم اللي شفناه للفنانه صفية العمري، واعتقد الرقصه كمان كان ليك دور فيها. تمام. حلو. خلينا نتكلم عن الفيلم اكتر بصوت محمود قبيل ومشاهد خاصه من صفية العمري. ايه اهم لقطات حبيت تركز عليها وتقدمها؟ طبعا كان اهم حاجه طبعا عيون صفية العمري، يعني دي ما حدش يقدر يتكلم عليها. طبعا بتوجيهات الدكتور اشرف ابو النجا لما قعدنا مع بعض وكده، قال لي الفيلم محتاج يعمل فيه ايه، عايز يوضح فيه ايه، عايز يوصل للناس التكوين بتاع صفية العمري الفنانه الكبيره طبعا بتاعتنا كلنا. فاشتغلنا بقى على النقط دي بالذات، طبعا مشاهد من الليالي الحلميه، وش صفية العمري نفسه لما بيطلع في الشاشه بيبقى ليه بهجه، دي حاجه مختلفه خالص. فده اللي كان يهمني دايما، افيشات الافلام بتاعتها، كل دي حاجات طبعا بتغرط. والوقت خد وقت قد ايه كمان عشان الفيلم يكون جاهز ونشوفه النهارده بالشكل؟ احنا لسه مخلصين انا والدكتور يوم الثلاث. يعني دوبك استريحنا يوم كده والنهارده كان الحفله. بس وقت تجهيزه يعني خد وقت من قبل التصوير فتره طويله نقدر نقول؟ يعني داخلين مثلا في 15 يوم. 15 يوم تجهيز يعني، وكنا مستعجلين كمان يعني. مشوار كبير للصفية طبعا ما كانش سهل يعني. طبعا نجمة جميلة جدا، وانا ما يعني ما كنتش احلم في يوم ان انا ممكن يبقى ليا الحظ والشرف ان انا ممكن اعملها ولو حاجة بسيطة. هي طبعا تستاهل اكتر من كده بكتير، بس كان الوقت ضيق، ويعني اتمنى ان يكون الفيلم عجبك. فنانة جميلة، ليالي الحلمية، أوبرا، عايدة، جميع الافلام والمسلسلات اللي احنا شفناها. لا فنانة جميلة جميلة، ربنا يديها الصحة، ونتمنى نشوفها تاني على الشاشة في افلام ومسلسلات، يعني حلم نفسنا يتحقق يعني. شكرا جدا. شكرا جدا.